انت معناتها بلوز او موان اللي في الاخر كيفاش معناتها بعد ما كملت الخدمه نتاعك الكل لي غوندو نتاعك. اول حاجه انا باش نعمل معناتها فرش فرش هذوما الحاجات اللي تديرو خاطر بعد باش نستعمل باش نستعملها ظهري بس على هي ناقصه ورزن ونكمل نحط له به. معناتها انت جيت كي معناتها سي بون كملت الغوندو نتاعك عملت لي بوز نتاعك اول حاجه هاي اول حاجه تعملها ما باش نرجع الكاميرا الاولى اللي هي هذه فهمتني عملت برشا دي كاميرا ويت معناتها ما عجبتني كان البوز الاولى والثانيه به خلينا نظهر اول حاجه اهم حاجه الكاميرا اللي عمرك ما تجي معناتها الكاميرا عمري ما استعملتها في ديفيسك نعم بو انا عكسك ما تجمل لي ليه دي ما خاطر السينيس خاطر انا بالك جراوند قبل ما نبدا في ري ما بديت من دري دونك عمري ما استعملت وكي باش نعمل في ري فيزيكال معناتها مات كاميرا مو على كل اكسبوزر وكل اف نمبر وكل حكايه هذيك دونك انا ديما نجي لهنا وخلي مثلا نستعمل في ري سان ولا حاجه دي اوتوماتيك مو نعمل هال في ري اكسبوجر كنترول تعطيني نفس لي بارامتر تاع لا هي صحيح صحيح معناتها ما فماش هي حاجه معناتها صحيحه وحاجه غلطه معناتها هي اي كيما قلت لك كل واحد كيما اللي جاء حق السينيس اما اهم حاجه هي اللين الفوكال معناتها تعطي فوكال على الحيط كيما نعرف انا وفانتويت خلينا نقط هذوما الفازات نتاع السيلفي هذيك 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 حاجات معناتها اللي بالحق معناتها اللي اذا كان معناتها تحب تستعمل ديفورماسيون معناتها هكريت معناتها هذه غلطه معناتها ما تبريزونتيش هكاك فهمتني هذيك علاش برشا عباد معناتها كي يغزر روحه في المرايه مش كيما يغزر روحه في لاباري فوتو مش كيما يغزر روحه كي سكاني روحه خاطر سكان هي الحقيقه في الديزيتوا هذا توري لك معناتها الحقيقه نتاعك فهمتني هذاك علاش معناتها برشا عباد السيلفي نتاعهم تظهر خايبه فهمتني خاطر يبقى لك شبيعة الناس معناتها كي عارف تبدا خشمك كبير ولا تراك كيفاش كان فاز زاد في زيبراش كي تبدا انت تعمل فهمتني وهي نورمالمون في البرسبكتيف نتاعك فهمتني في الدرو مود تبدلوا ما تخليش هو بيد اي هذيك اي هذيك تعلمتها انا الفازا هي تحط الدرو مود نتاعك فانتويت فهمت انا من الاول معناتها تعلمتها من عند جميع الاله نتاع اناتومي فهمتني هو اناتومي تولز مجموعه من هي معناتها سيت اسمه اناتومي تولز هذوما يخدموا هذوما باش تعرف قداش الاناتومي نتاعهم صحيح يخدم الطب يخدموا معاهم فهمتني طيب معناتها هاكا عملوا مره جي الزيبراج سامت وحكي معناتها من حكيت لحكيهم على فاصل البرسبكتيف نتاعك لازم هذا تكون فانتويت فهمتني فما فرق كبير خاطر بعد تبدا تسكولتوري تكمل سكولتوري نتاعك تجيب الماكس اب كل شيء تحت كل شيء غلط دوك اصلا كنت تحط لي ريفيرونس نتاعك ويبداو كلهم ضايعين و باهي اول حاجه كما قلت لك الضوء معناتها كان نشوف ما دامش هذيك الفرق ما بين باد لايت تو كان نحل انا هذي هلا كما نشوف معناتها أول حاجة كنزومي أول حاجة شعلقية شوية فما برشا عباد يقول لك أنا مود لي زيد برشا حاجات وبعد ما يظهروا ليش بالكدا علاش فهمتني دونك هكا يقوي في الضوء يظهر كل شيء فهمتني اعطيه الخدمة نتاعو ما تضيعش فهمت كيفاش فهمتك دونك لهنا كان نشوف معناتها في اول حاجه لهنا ريت لهنا الوحده البريس ناكلز معناتها تعب عليها وموديليزيها وعامل كل معناتها كراهو بريس ناكلز للاخر معناتها حتى كان نشوفها معناتها هاي كمان ريتها معناتها زالحها فهمتني بالرغم مخبي اشترها معناتها اللي بيه الفائده اللي نقطع في روحي وموديليزي فيه هذاك ما ظهرش فهمتني معناتها كي تقرب لهنا مش حاجه ماهيش حاجه كلي مهمه برشا فهمت اما كي تجي تقارن معناتها ما بين لي دو ايماج فرش كيفاش معناتها لهنا الفيس معناتها محروق برشا شوف لهنا
السيلويت نتاعي ماهيش واضحه ما بينتها هي والباك جراوند، بالرغم لهنا بديت نصلح في السيلويت نتاعي، معناتها كنشوف ريت الضوء لهنا الضوء لهنا معناتها يعني معناتها باش نبريكي ما بين التلاني والقدامي، بالرغم كان شبت في اللون نتاع الباك جراوند معناتها بريسك يشبه البعض اي مش بعيد الجاكيت، فهم كيفاش كل قائل معناتها كان عملت جاكيت بيضة ولا حمراء راهي ظهرت اكثر. انا معناتها كنت نجم نعمل هكاك باش نتجنب مي معناتها كي تشوف الاوفرول لايتنج معناتها كل شيء معناتها معناتها موجود كيما نقولوا، مي من اهم الحاجات اللي نبداو بها هي الوجه الرامبرانت هذي. واحد اسمه رامبرانت سميها ربي تعمل اللوميير معناتها كيفاش تبدا يشد اللوميير يطلعوا فوق على اليسار لين تظهر هذا الرامبرانت تريانجل هذاك مهم معناتها كي تشوفها ما سيباراسيون هذيك احلى هذي، وهو في عاده يقول لك ديما تعمل هذي النص نتاع هذي فهمت كيفاش في الانتونسيتي نتاعك، بخلاف هذاك فما الرامبرانت معناتها انا بديت من الاول خلينا نرجع للماكس نرجع للكاميرا هايدي كل شيء كي نعمل انا توا خلينا نظهر اللايتس نتاعي ريت توا لهنا توا باغ اكزومبل اللايت هذايا عاملوا اول حاجه بعملها انه هاو علاش وهاو علاش ايه الدمعه هذيك ولا هنا الدمعه هنا ولا هنا شوف هذايا شوف الطرف هذاك معناتها كان نحياهم واليوم ريت لاو لهنا ما عادش يظهر خلاص على كل شيء ابيض لهنا حتى كان يظهر ما عادش يظهر و بلوس لهنا وليت كوميك العين نتاعها بالرغم هي كوميك اما فما رياليزم ما فماش ديبث اصلا زاد فيها معناتها ليماج نحسها معناتها توا كان كيف كيف في الاس اس اس باش استعملت اللايتس معناتها هذايا اول حاجه باش يضوي لي الطرف هذاك الطرف هذاك شيء يبقى سيباري لي ريتم سيبارا من الباك جراوند اي ريم لايت هذيك ايه فهمني وفرد وقت نحب الاس اس اللي يكون ناتوري وما حبيش اللي تحبش حاجه اللي تكون اكزاجيريه بالضبط بلس عاونتني باش تظهر هيك انا محجمه ريتا اي كيف كيف باش عملت انا هالكونتينيوتي هذيا فهمتني قد ما حاولت عاتبتني باش ما جابتها ليش دونك عاونتها بالسيلاندر هذيا بتبيع السيلاندر هذي في ال في الأوبشن إيه في الإكسكلود معناتها خليته كان للجاكيت فهمتك شايف ما يساجري وبلاس معناتها لهنا منحبوش يعمل يباش حاجة حبا تقعد جلد ظاهر كل شيء ظاهر مي بلاس أكشوف معناتها كل شيء لهنا ديتاي يظهر معناتها مي ما تمسوش بالحكايه هذي كيف كيف كان نشوف اللايتس هنا اكسكلود مخلي كان العين راك تيرز النوموكلاتور تاعي ما تحسها اوريجينال 2D00 بينير عرفت سيلاندر ما انت مسكين ملين ولا شركه مازال اسمه سيلاندر عندك هذايا ما بعتها شويه و صغرت شوية في السايز نتاعها مش تجيني ال شوية هذية مش تكون محصورة مش كونش نحبش تكون براد فهم كيفاش تجيني هالفازيت هذوما فهم اللايتس هذية معناتها عبارة كيما قلت معناتها باش تعمل ديبث في الإيماج معناتها نحب نظهر فما دخلات وبلاس نحب فما اللي حاجات سبيسيفيك يظهروا معناتها نقاط سبيسيفيك يظهروا اي هذية معناتها الترم نتاعها معناتها اللي يسميوها لايت سكولت معناتها معناتها تنجم كريمو تحط البيرسوناج نتاعك معناتها مغير معناتها تكستور وكل شيء تحطو او نيفو دو غري معناتها 50% وتبدي باللايت معناتها شنو الحاجه تحب تبينها هاي معناتها لي شيب لي عندك لي فورم معناتها هذيك هي ما تصير وانت تعلم وبلس قلقتني برشا لهنا معناتها باش جبتها طرف ضو هكا واحد تعذبت برشا خاطر اخي بخدمه يعطيوها العبد انه يعطيوها باك جراوند بيضه ويعطيوها حاجه كروم وزيد يعطيوها الكروم هذيك بلا تحب تولي كثير في اللوميير شد بوكس ماهوش مشنفر في باك جراوند بيضه واعمل له لوميير يجلب الانتباه تخرج من هذيك تنجم ترندر اي حاجه فاهم كيفاش؟ ايه
كيف كيف لهنا ذو ما حاجة شوية كم تتلقوني من بعد لكم صبا معناتها ما خرجوا الشكل يضاوين برشا كيف كيف لهنا فهمت أوكي العرق لهنا بدأ يظهر معناتها كما حبيت معناتها وفرد وقت ما حبيت جوا حبيت القماش يقعد قماش معناتها كيف كيف ما حبيتش كل شيء تحرق فهمت ترسيهل باش تحرق حاجة لهنا تجاري أوموست ذو ما أوموست معناتها بيش يتحرق كيف كيف قلت لك معناتها هي شنو هي لازمك يقول لك لايت لايت وذ بيربس برشا عباد يعني يحط الكاركتير نتاعو ولا اي حاجه ماهيش كاركتير ويبدا يعمل في لوميير لازمك من الاول قبل ما تبدا لايتي وذ بيربس ما تعرف شنو هي باش تعمل من الاول كي باش تعرف انت شنو هي باش تعمل من الاول لايتي ما تعرف روحك نحب نظهر لي نحب نظهر هذا نحب نظهر ذا ما عادش فيها تفلسيف نحط لمبوبه ولا نحط لاش ديري لي 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 اصل لاش ديري الضحك نتاعي لاش ديري اللي انا حطيتها من غادي من بارتي فأبرامون ما حبش يكاوي أما ريش كنت تقرأ الفولدر بتاع الالغوريتميك سبسنس بينتر الليست باتيو معناتها كنت تمشي لك السبسنس تطلقها بردي فوق شو نحيت لها شوية عملت لها لاني في نقص لها شوية في الكولور مش منحبش تأثر لي على اللومير بتاعي فهمتني نقص لها في الساتوريشن دي ساتوريتي لها شوية كهو معناتها ماهيش مهمة الهاش ديارية معناتها بصفة عامة حشي بها اللي حكيتها ذوما شوية وحشي بها لكم معناتها باش تفيلي شوية البلايص هذوما فهمتني هذيك هي الحكاية معناتها أهم حاجة إنك تلايتي وذ بيربس باش تعرف روحك شنيا قادم وبعد أعمل اللي تحب أما راهو من الأول كان بديتها معناتها تطوز مع اللوميير راهو باش تظهر لك حكيت صحيح توريت حتى أنا من الأول لهنا وخايبين ما ديما تحبس توا هنا لهنا جوست هاج ديري لهنا ما زلت نخدم مانيش قاعد نعمل في اللوميير في وقت بديت نعمل في اللوميير حتى ولو إنها هذايا مثلا مريتها محروقه وواحد مي مازال فما نفس البرانسيب صافا فاهم روحي من الاول شو نعمل جوست قاعد نصلح في اللي ديفوات هاو مريتها محرقات برشا معناتها كيف كيف لهنا ضاويه برشا معناتها حتى لهنا بالرغم مريتها هذايا غادي اضوى منهم الكل مي تحس مازال فما لك البرانسيب نتاع الضوء هو بيدي جوست اقوى من اللازم لهنا فهمت معناتها كيف كيف هذه اخي بوحده وقتها مي ريت موجود جوست لانتونسيتي ماهيش صحيحه اي هو البرانسيب نتاع ديك ليراج معناتها باش واحد ما يزيدش ما مش روحه معناتها برشا حاجات اللي نجم يسام برانسيب سهل على الاخر معناتها 3 بوينت لايت عرفت اللي عندك أي عندك فوالا معناتها ابدا بالباز هذيك بلوز موا ومن بعد كل مره حسن وحتى كان تحب تزيد تزيد تحب تنقص نقص انت معناتها تو دي بوم الواحد شنو المود يحب يعطيها شنو أي. يحب يبين معناتها اكسيتيرا معناتها فما بار اكزومبل معناتها فما عباد اللي بار اكزومبل يحبوا يخدموا على معناتها مش يحب يخدم على الاسبي تاع ليماج اكثر من اللي يحب يخدم على على الشيء دور بيدو وقتها أي. اوكي اذا كان عندك هالجيري باهيه كاسحه بالكدا والسين نتاعك معناتها فيها بالانس باهي كل شيء با اخدم معناتها على الشيء دور نتاعك معناتها كاو معناتها تو ديبون إيه. انت وين تحب تخلط معناتها ديما ايه هذيك هي صح هذوما لي باس نتاع الروندو اي نشوف في رونديو تقدم شويه هذه زاد وقتها جاكيت معناتها عملتها كلي قديمه معناتها قلنا انا قدمتها اكثر من اللازم هذه ستريت اوت اوف بينت ريتها تاع وحده كل يوم مرمدة برشا معناتها كيما قلنا نحنا فيها برشا ايدج دامج كيما نشوف الرفنس نحات لهنا مو هذاك هو كيفاش هي صحيح هي كيكا يصير لها معناتها بلوزون الجلد اول حاجه يضيع فيها هو معناتها الاكل الفوقاني اللي هي هذوك الثنيات مكثريه هذوك هما اكثر حاجه معناتها تتقشر مي كل يوم اول حاجه ما حبيتش نرجع نعاود نعمل من بين استعملت نفس الايماج مي وليت في الشيدر لهنا نقصت معناتها كان تشوف تو التكستور مازال تحسها اكزاجيري ريتها استعملت منها 2% والرفنس كيف كيف استعملت منها حكيت 10% معناتها بالشوكه على القليله فارياسيون صغيره انت يعني هنا قاعد نفهم في قاعد الشعر نتاعي يمشي بصحيح ولا معناتها هذوما دي رفرار ريفليكشن نتاعها ولا فما خاصه اكثر حاجه تعاونني باش نفهم هذوما هما
اعتقد هذه الريفلكشن فيلتر والريفراكشن فيلتر اها او الريفراكشن فيلتر اهم حاجه حتى يعمل باك سكاتر دونك حتى يخرج لي في العينين لما انا ما حسش بيه الشيء ده يكون ما حسش كان بهذا لا يا باش نفهم هذاك كاتر بتاعو كيفاش اي ما تلي باس وما ما حاجه يعانوا على الاخر معناتها في الخدمه في البروسيس معناتها ساعات تضيع باللوميير والدنيا كل جست تحط بار اكزامبل ديفيوز نتاعك شنيا و باس وتخدم معناتها يعني هذيك بحط معناتها التاتو القديم تشوف هذوما لي باس يعني ما غير ديسبلايس من وقت القعد بس يا مريت ثبت لهنا في التاتو كيفاش معناتها تحسوا فما بامب تياو عاش كنت ترى اي ليه تبينها بينها بالكدي هذيك ما تريتها ومن بعد ما تظهر في الرقم ما تظهرش لهنا دونك هاني قلت لك معناتها باش معناتها بالحق باش تلايتي معناتها الكاركتير معناتها اهم حاجه ما يهمش معناتها لي تيب بتاع اللايت لي بارامتر بتاع اللايت جست الحاجه الوحيده سبيسيال في اللايت نتاعي ماهيش سبيسيال زاد المهم اني ماهيش بار ديفو اني مستعمل اللايت هذا خذها من HDR Light Studio قال لي فهمتني مي خذها جوست كيما هي راك تشوفها باش ما تكونش نحبش تكون جوست خاطر هذيك بلون باش يعمل لك بلون ابيض هو اي سوفت معناتك كيما سوفت بوكس اللي تعطاها عند معناتك انت تحب تعمل حكايتك ايه معناتها اللي اي تلقاها عند تبي تشتريها معناتك اما ذي نحكيك في الدنيا معناتها في الدنيا تلقاها عند المصور كريمو معناتها اللي تاخذ قدامه باش تصور تعمل تصوير نص تاع بيت تختاريف اللي هي معناتها اي ديما تلقاها فما حتى ولا هنا في راي سوفت بوكس معناتها نستعملها ما ماهيش بتنيش برشا هذاك علاش معناتها ما استعملتهاش اما ديجا معناتها اللي تاع سوفت بوكس هذه معناتها قاعد نشوف في الليستات نتاعها اللي ديتاي تاع ليماج سي 4K 32 بيت جو بونس تيفا اي 4K اي هذا اي معناتها كلي معناتها ديكو لي جريدينت نتاعها مش باش يكون مكسر اي باش يكون على الاخر وما يعملك حتى مشكله معناتها هذاك علاش في لهنا كان نابش بالرغم هذه القديمه ما كانش في اللايت معناتها فما الترانزيشن ديما تكون امورها واضحه معناتها موث اي ماهيش شكل مكسره ولا اي ريت الترانزيشن ديما في كل حتى ما بين ظلام جمله واحده كان نشوف لهنا ريت هذا الظلم تاع الهذوم وهذا الظلم تاع هذا ديما الترانزيشن ما يكون الشكل هارش ريت هذا هذيك هي وات ايلس هذا يا اخت فرشت بلانتا شويه بلانتا شويه اي سبعه ساي وقيت بيع وقيت شاريا حاجه اخرى طيب شوف الزبلة زد ما يتباعش هذا ما تنسنيش تطلب لعبات فهمتني ولا حكيهم حاجة هذاك علاش قاعد يحلف فيها خاطر بما انها اتش دي ار اي معناتها ما حبش خاطر قاعد نشوف البريفيو معناتها ظهرت لي هي جي بي من بعد طلعت اتش دي ار اي تيف كبيرة ديجا تيف كبيرة بون معناتها نورمالمون درنا على كل شيء معناتها تبقات هما حاجة معناتها اللي معناتها برشا عباد هذيك معناتها منهم انا كنت قبل معناتها اللي نعملها برشا الغلطه اللي عرفت تخدم خدمه سي بون هبط ما فماش شكل اللي تافواغ بريزونتي الخدمه نتاعك نتاع كيفاش ما تنجم تعمل ازن خدمه في العالم معناتها اما ما تعرفش تبريزونتي دا سا با تيغي دو لاتونسيون معناتها كوم يل فو معناتها كيكا لازم بريزونتاسيون مهمه معناتها سورتو معناتها اذا كان تخدم على ار ستيشن معناتها الستيشن معروف معناتها لي غون ستوديو كلهم فيه والعباد تشيكي معناتها سيرتو معناتها الثمب نيل الاولانيه اللي باش تافيشيها في الوحده عندها قيمه معناتها خاطر تو تجلب العباد معناتها خاطر انت اهم حاجه تو معناتها فما عباد معناتها مش يخدموا خاطر لو كنت تمشي للارت ستيشن فما دي توتوريال معناتها عاملينهم جمعيه ارت ستيشن او معناتها هاو تو بريزنت يور ورك معناتها دي معطيك دي اكزامبل شنو هي الحاجات اللي ما تعملهمش معناتها فهمت ما عرفتش فيها معناتها كان مش عارف تحل معناتها توا معناتها تمشي تدخل اول حاجه تعملها لازمك تهبط بريك داون معناتها يقول لك الامور اول حاجه تهبط بريك داون معناتها ديما تلقى معناتها فيها ايفن معناتها اكثر لايكس صحيح ما هوش ما هيش اباوت لايكس مي اباوت معناتها باش تعمل اكسبوزر روحك كيفاش تخدمها معناتها تا كان انا تمشي الهارد
ستيشن فهمتني بنشوف معناتها هل... عندك نفس البلوجين بتاعنا بتاع الكروم ذيك دوم ما هبطت هبطنا اي البيديا كيكا معناتها ساعات نحل واحد وخليه كان تشوف فما عرش مانج برودكتس فما لهنا دي بلوجز دوم المور فما عاملين هما ماجازين ظهر لي حسيلو وحده تاع تاع عاملين كيفاش تقد البورتفوليو نتاعك شنو الغلطات اللي تعمل كيفاش اللي ما تعملهمش فهمت تعمل ريسيرش نصور تلقاها فهمتك فهمتني هذيك معناتها من المهم اهم حاجه كان نرجع مثلا توا ستيشن كان تشوف معناتها مثلا باغ اكزومبل انا تو كان توريت لهنا حطيتها خاطر كنت نجم نحط مثلا نزومي راس باركه واحد فهمتني عرفتك اللي كي حطيتها بطريقه اني شعر اوكي مش حاجه مهمه ما كملت كي تشوف لهنا شوف لي ديتاي الكل تعرف اني راهي بخدمه مانيش مفصص فيهم معناتها تعبت فهمت كيفاش ولا مش جوست شعرك هاو ولا مش جوست راسك هاو معناتها معناتها خاطر انت لازم توصل انت شنو تنجم تعمل فهمت هذيك هي بنت شنو انت تنجم تعمل لكن تجي تشوف الخدمه الكل كنت نجم انا نزومي معناتها على حاجه باركه باش نقرب نقول باش نوصل للعبيد راني نخدم في الديتاي فهمتني دونك كيف كيف معناتها طبعا هنا عملت هذا فعود اني نزومي على الطرف هذايا فهمتني خاطر هذه المهم نتاعها مش موديليزاسيون اسهل منها ما فماش موديليزاسيون نتاع هذايا المهم هذه الكونسيبت فهمتني معناتها في حاله البورتري ما عندك ما تعمل انك تزوم خاطر هذه باش قد ما تبعد فماش حاجه اخرى باش تعمل ما تحاول كي تبوستي حاجه عمرك ما ترضى بالثمنيل اللي يعملها لك ارت ستيشن توريت انا هدايا تحضر حاجه وحدك معناتها اي بالرغم اني ندمت حطيتها معناتها تو ماهيش حاجه معناتها هذه وقتها مازلت معناتها مازلت نتعلم شويه في بالرغم ما عنديش برشا ملي حطيتها مازلت حاجه جديده عليا وقتها مش نركز برشا كان مع البروسيجر فهمتك معناتها تو كيف كيف هذه حاجه طويله ما نجمتش نحطها معناتها هكا مش حطها كي من البعيد تو هوزر هكا تظهر حاجه فيها ديتايات من البعيد ديما اقرا حس العبد اللي باش يدخل يوسع باله ويشوف تو كان اخذت اكثر بلاصه ديتاي وحطيتها كروبيت منها معناتها وعملت حاجة سبيسيفيك وبالرغم باش يوصل لك حاجة تو ريت السيف وحده جاب لي هذا اللايكس هذوما كي ما عرفتش من الاول بريزونتي اي المرة الأولى بعد بدلت البريزونتيون جايب لي أقل لايك من السيف كامل وهو هذا السيف موجود راه لهنا هو بيدي معناتها السيف وحده جاب أكثر لايك من البيرسوناج والسيف وما تابع معناتها اي خاطر البريزونتاسيون مهم فهمت كيفاش معناتها علاش قلت لك ما ديما تحاول تبريزونتي معناتها الخدمه نتاعك باش تعرف كيفاش معناتها وعجبتني فما مره نصيحه معناتها قال لك معناتها اللي فوميو على ار ستيشن قال اخدم خدمه كملها حضر البريزونتاسيون نتاعها وهبط قال معناتها هذا واحد ابارامون يخدم في في بوته كبيره نسيتها اللي بليزر كان صدقني ربي في بالي كيفن جولدن ظهر لي اللي يخدم في جسمه ما عارفش المهم ذكر حاجه كيف هناك معناتها قال اللي سامانتيريس خدمه كامله بتبيعها يا اخي معناتها إيه نحل بروفيل فوالا نحل بروفيل ناقة فيه خدمتين دو ا زد كاملين خير من ناقة واحد اللي بروفيلهم فيه 20 خدمه ومعناتها جونر تقدر نقول 90% كلهم دي ويب وكلهم ورك اون بروجريس ولا عفت اي حاجه بدا فيها ما كملهاش ولا شنو قال لك معناتها ابدا هي كملها يعني اي صحيح هذه تابليك على عبد اللي دب يحب يخدم طب مثلا ساعات تجي مثلا تلقى عبيد مثلا معروفين معناتها كيما مارش انا جلوكولون ولا شو اسمه معناتها رافائيل جراسيتي ولا ذوما كي باش يحط ويب هذا ما عنده ما يهمش فيك تغزلها ولا ما تغزلهاش يخدم في ساندا مونيكا معناتها كومليت كاركتر ارت ما حاجتوش باش رايك جمله واحده معناتها يحط شي سفير يقول لك ويب تسكر فمك خاطر ما حشتوش بيك معناتها باش تشوف فهمت كيفاش اما انت بتحب تشد خدمه وتحب فما عباد راهو خمم اللي باش معناتها اللي باش يريكروتيك راهو مش كانك انت راهو شايف 500 بورتفوليو في نهارين فهمتني راهو يبدا يقلق راهو ماذا بيه يشوف الخدمه فهمتني مش يبدا يفرق الزاد فيها فهمتني انا ديجا هكا بشوي بشوي باش ننظم باش نحط لي تكستور مع بعضها باش نحط لي بروبس مع بعضها خاطر اللي باش يريكروتيك ساعات باش يريكروتيك كان على لي كاركتير دونك كي تمشي يمشي ديريكت لي كاركتير حاضرين يشوف فهمت كيفاش راهو ديما خمم راهو ماهوش صاحبك راهو باش يتعب بخلاف ماهوش صاحبك ماهوش عبد ريكش في الدار ولا ما عنده ما يعمل يعمل يطلع على خدمته يعني معناتها قالك هو ديجا عم فيها بتسيب عليه فهمتني دونك لازم تعرف كيفاش معناتها تبريزونتيها
وانا قلت لك انا معناتها ارت ستيشن معناتها فما برشا وحدين نسيت الاخرين. اما ارت ستيشن انا نسيت اللي ملي حطيت فيه اول حاجه اللي حطيتها هو هذا. وبعد ثاني حاجه حطيتها وقت هذا وقت بعد بولد في تالي بولد كاروف بدل كل شيء. انت معناتها باش تعرف برشا عبيد في بالهم انا كاركتر ارت عندي عوام هاو قداش عندي انا كاركتر ارت 3 سنين. ما عنديش برشا فهمتني. الخدمه بتاعي تبدلت من الخدمه هذه خاطر ركزت مع كان لي كاركتير. الحاجه قلت لك اللي في ارت ستيشن راهو الخدم الكل يجيني وانا اللي انا واصل له طوى سببها ارت ستيشن. راهو اللي ماجازين اللي تحديت فيهم الكل الخمسه ماجازين اللي تحديت فيهم هما ارت ستيشن سببها كونتاكتوني على ارت ستيشن. كان انا هاو باش نجي معناتها لايف كان نجي لهنا ونشوف تعرفوا اكس ستوديو؟ اي اكس ستوديو ابهيش هاهم كنت معناتها كان انا كما جيش حاندي في معناتها الخدمه ما جيش خدمه من اكس ستوديو فهم كيفاش؟ هاك تشوف معناتها خادمين ليج اوف ليجند سينماتكس خادمين برشا حاجات معناتها برمي معناتها لي جون ستوديو معناتها في العالم معناتها اي هاك ماك هوب يو دون مايند بلا 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 معناتها معناتها راهو اللي يخدم الكل هاو هذا نتاع 3 دي وورلد ماجازين فيلم هو هاو هذا تبعك 3D World ماجازين فهمتني؟ ارت ستيشن اما تعرف كيفاش تبريزونتي الخدمه نتاعك ومش تحط اللي يجي صحيح سوتو اللي يجي تحطه في الدار حط انا برشا حاجات انا دابا نفسخهم راهو الحاشم بهم طيب مش نبدا نفسخ ديجا عندي خدم معش انا نشوف في الفلاش نتاعي كلا عاد انا عندي 92 جيجا معناتها دي بروجي بتايشين كيكا معناتها فرش وين بتاع هذا هذا فيري تعلم في فيري فهم كيفاش خدمتها كليون في تونس بتاع باتو ولا شنو وعمرك ما كنتش تشتراها هذه في الانترنت هيك هاو مانيش باش نحطها فهمت كيفاش وبرشا حاجات قلت لك انا كان نرجع مثلا لهنا باش نفسخ معناتها اللي باش يهلكوا الحاجه نتاعي لو هي عندي برشا اللي حطيتها مش نحيها اذا مش عاجبتني الشيدر بتاع بيريت يسخف اذا عامله فري للعباد اوكي ما يهمش كيف كيف وانا ما مش حكايه فارغه فهمتني يعني وقتها نتعلم في تكنيك كيفاش نرندر في زيبراج فهمتني كل شيء في زيبراج ما نخرجش من زيبراج فهمتني كيفاش فهمتك وقتها تفرجت في موانا وعجبتني كيفاش معناتها ما تعجبشني كيفاش نعملها معناتها ماهيش تكون خايبه معناتها ما تكونش ايفل فهمتني كيفاش وكيف كيف نفسخها ماذا بيا نفسخ والا نحط دوسي نسميه اولد ورك ولا بيجينينغ باش لعبت حتى كي بشي ريكروتيك يقول لك شنو هي هذا الشيء يجي قد فهمت معناتها لازمك تبريكي داون معناتها الخدمه نتاعك وي سي فري سي فري خاطر هذيك سا في بارتي معناتها من كيفاش معناتها ليترالمون كيفاش باش تبيع روحك معناتها انت باش تبيع روحك معناتها ماكش معناتها باش تمد لي حاجات خايبين من اللو باش نشوفهم معناتها فهمت باش تبيع روحك اوكي عندك مناش عملت برشا حاجات وحطيتهم وكل شيء وبعدين تتحسن كي بديت تتحسن إيسايزة داك اللي بش معتا تتحسن البيعانة متاع روحك معتا فهمت جنبو الفيديو ديمو للكاركتير وي خاطر راهو فهمتني معتا اللعبات اللي تعمل للكاركتير كانك انيميشن ارتز بتبيعها بش تعمل فيديو ما عندك حتى حل مي بش توري لي انتي فيديو متاع تورن تيبل عليه تو انا ريت هنا حد فيديو بتاع تورن تيبل اما هاوك حد لي بيه فين للعبد اما مش تحط لي تورن تيبل ديموريل الديموريل هذي راه يجيجو منها رام لعبد لي ريكروتيو راه وقت تعرف عليه باش يتفرج في فيديو نتاعك انت كانك انيميشن ارتس معناتها كمباز معناتها يخدم افتر افكت كي هذيك نو اي نتاع افكس نتاع اي حاجه اخرى معناتها كي اي افكس هذيك حتى في ستيل هذاك معناتها خاطر معناتها كنت تخرب قبل توسكي افيكس وكل شيء يقول لك معناتها حتى كي تعمل معناتها انديموريل ولا ان شاوريل نتاع خدمتك وكل شيء اللي يقول لك معناتها كيب شورت اعملها قصيره واعمل الخدمه اللازم في اللازم وديما خلي العبد اللي باش يتفرج فيها عرفت نحب نشوف ما خير نحب نشوف ما اكثر صح يا ربي عرفت اعطيني نحب نشوف عند الارتيست هذاك اما علاش خاطر في توسكي افيكس وكل شيء عندك دي سيميلاسيون عندك برشا حكايات تعملها معناتها فهمت تقول لي تعمل لي سيميلاسيون تاع النار ولا تاع ماء تعمل لي ايماج فوالا عاد كيكا حتى انا نبدا نهبط فيها مع بعض تنسى نصور من الغاز ما نشعل الغاز ونقول لك اما باش تعمل لي كاركتير كاركتير حاجه اخرى معناتها
فماشي علاش معناتها بالحق ديمو ريل حاجه قد ظل كانوا يعملوها ولا يبدا يقول لك مودلين ريل انت توريني في قوتك في الموديليزاسيون في فيديو توريه لي في تصاور واير فريم تصوير سالم باش نعرف انت تفهم توبولوجي واللي ما عندكش تكسيرات في الضوء نتاعك سالم عادي اللي بعد فهمتني دونك جرب انا عندي ديمو ريل عملته وقتها معناتها حشتهم بيه في جماعه في نت انفو معناتها خاطر شي الجمعه هكا هاو هذاك الوقت عملت فيه ديمو ريل معناتها واستعملت زيد حاجات عندي دي فيديو معناتها خاطر انا فما حاجات نعملها في التيرن تيبل فهمتني ليا انا فهمتني ولهنا للكومبيتيسيون وقتها لازمني نعمل التيرن تيبل هكا هاو فهمتني ولا باش عرفت مثلا كيما لهنا باش نفسر كيفاش انه كل شيء انت ريل تايم معناتها وإلا من هنا عملت توتوريال تاع كيف عملت ذا فري سمارت ماتيريال كيفاش اوتوماتيكمون تحطها وكل شيء بدا يشعل هكا بالنار وين فهمت هذيك هاو كفيديو تفسر كيفاش هكا هاو اما باش معناتها باش تعمل ديموريل معناتها كامل ماهيش ما عادش قبل كل معناتها العباد بدات تفيد منها خاصة اللي ريكروتي خاطر ديجا برشا معناتها معناتها العباد اللي معناتها توا الدومين واللي ولا معناتها عندهم اسيد اكسبوجر على الانترنت وكل شيء ديكو معناتها ايماجين روحك انت معناتها كيما يسميهم اللي هيد هانتر معناتها اللي مو هيد هانتر ولا نعرفش عندهم ابار ريكروتر فما كلمة اخرى حاسيلو اللي ايماجين معناتها عنده 100 سي في باش يشوفوا ومعناتها 100 بورتفوليو معاه معناتها 200 حاجة في النهار اللي ايماجين كان كل واحد يلقاه عامل فيديو معناتها نتاع كيفاش يخدم بيرسوناج ايوا احسن اختار احسن اربعه خدم ولا ثلاثه اللي يديروا والاخرين اللي توك يشوفهم ويولي مغروم بيك ويقول لك هذا باهي تو يوسع باله ويتفرج في الاخرين يعطيك الصحه ولا فهمني لازم تجلبوا من هو يقول لك مش تجلب من مره الاولى في كل شيء تو في الغناء بربي يبداوا يعملوا في كومبيتيسيون تاع غناء فهمني على فكره جوست قبل باش نقص هو الارتيست مول الكونسيبت نتاع الشعر اللي قاعد نتابع فيه جست معناتها مش تعرف هاو كمغروم برشا في اوفر واتش عم برشا اللي كانت كتاع اوفر واتش جست فما غلطه راه عملها لهنا هو راه ما فماش نودتي مور واحد اما كيما قلت لك كيف كيف لهناك تشوف شو فما حتى نود جست هو هالي مش بالعاني اني واي معناتها كيما قلت لك معناتها هو الارتيست معناتها الشعر يوجينكس كهو كيما قلت لك معناتها حاول حط خدمه تاعك باهين كيما في واحد في سوبر ستار ولا اكس فاكتور ولا مش يجيهم من اول باش يعمل لهم باش يعطيهم غنيتك اللي سامبل المهم ياك تعرفهم من الاول ومن بعد يوسعوا بيهم فهمت كيفاش؟ ولي معناتها بلوز او موا معناتها شنو هو النصيحه تنجم تعطيها ليزارتيست الجد معناتها اللي قاعدين يتعلموا ولا قاعدين يقراوا قاعدين يتعلموا توا مثلا هاني نقول لك اول حاجه راهو الخدمه هذه راهي ماهيش سهل اول حاجه معناتها كيما نقولوا نحن كي باش تشوفها فيها جو كانك تحب ماكش باش تتعب جمله واحده صحيح فما تعب اما كي عرفتك اللي تحب حاجه طيب انا نمشي مثلا انا مغروم بلونتري المومنت مش ترينا مع مشكلاسيون واحد يا اخي نبدا ننهث باش نموت في رمضان معليش شملزني كان جيت ما نحبهاش فهمتني شملزني خارج في القايله باش نمشي ترين حاجه نحب كيف كيف تروادي باش شملزني قاعد ساعه 4 سوايع ولا 8 سوايع في الطاوله نغزل لي كرون قد في مربع ونسوي فيه علاش ما داك تبدا حاجه تحبها راك باش توسع بالك اما حاول كيما قلت لك ما تبلبلش برشا ما تعملش كل شيء تعلم كل شيء ما يسالش معناتها من الاول التسجيل اما حاول وانت تتعلم كل شيء تركز على الحاجه اللي تحبها فك الحكايه هذيك باش تركز معها وقتها نيكلاس باك ولا خلنا ندخلو فماشي عاملش ريتها البيجينينغ نتاعو سكور ايت ريتو وجوه مخيبو ريت مازال كي يمشي يتحسن ريتو يركز توا ريتها كيفاش توا تبدل الشاي كيف هاكا بديها بيتصالة ودرجناية واحد وبدا يقص عليها كيف نمشيو لأحسن ارتيستويت معناتها تختار تلقاه الراجل هذاك قادر هاو ندخلو لهذايا معروف ديجا نسكا الدو مارتينيز هذا تدخل شفارش صح قالت شي كرهبة ولا عجلة ولا خاطره مركز مع الحكاية هذيك فهمتني دونك بتبيعها بسكواليتير في الحكاية هذيك بتبيعها تعمل كل شيء كوم ريشيرش عالمي هذيك باهي خاطر راهو معناتها تعمل ريشيرش مثلا كيفاش باش نقولوا كيفاش نقد العجلة بتاع كرهبة ميتال وشوي بشوي تعاونك بعدك الميتال كيفاش قديتو على كيفاش قد هذه فور اكزومبل فهمتني كيفاش خاطر ما تعرفش عليها مي ديما تحاول تكون فوكسي خاطر بعد كيفاش تشد خدمة صحيح صعيبة شوية في تونس انك باش تكون صوت مي كي باش يراوك كتير برشا في حاجة راهم باش يحقولك بوست بصيف عليهم خاطر
باش يفركسوا ما يلقاوش كيف فهمتني كيفاش معناتها وهاو الدومين ان شاء الله ماشي يتبدل في تونس نجم تولي عندنا دي بوست مع كاركتر ارتس وحده ولا تكستشر ارتس وحده ولا هو كيفيش. هو هو عندنا اما لي بحق معناتها كما قلت انت ياك لازمك تكون تير معناتها تكون تير يخلقوا لك بالضبط مش كونك لي اوكي اوكي اما مركز مع حاجه برك يقول لك خويا عاد عارف كل شيء واقعد لي اوكي اوكي فهمت كيفاش دونك تولي تركز مع هاني يقول لك تركز وراهي خدمه كل يوم وراهي رانا معناتها كي نقول لك اللي معناتها كل يوم فما حاجه جديده فماش هذه كل شهر ليه لي كل يوم فما حاجه جديده خارجه لا تتعب معناتها ساعات بتتبع في الميزاجور تبدا باش ترقد تشد التليفون تقرا في اخر مش تعرف العباد اش قاعده تخدم هاو جوست باش تستيو قاعدين نحكيو نحن تو هذه اخر حال خدمه حتى تو صافا هاي واحد اخرى هاي على خدمه ريفريشي هاو باش نعاود ريفريشي هاو مازال كي حبتها قعدت هي مازالت شويه تبقى نقاوها تبدل ها صافا العباد قاعده تخدم كل يوم ليه معناتها الكلمه دي قولها لما انا راهو معناتها رانا في الكره الارضيه رانا 7 مليارات ونقولوا اوكي نحي الدنيا كل قداش قاعدوا ديزاتيس معناتها يخدموا في الدومين هذايا 100 مليون نقولوا اقل حاجه ايماجين 100 مليون راهو فما راهو معناتها قانون صحيح علاش نحطوا ربع دول بعيد ادخل لهنا لهنا هاو هاو ارتست ماشي لاي سيت اخر شوف لي زابيست لي مش صابين نخدمهم لهنا برك قداش الراجل ضرب ضربتين اليوم مولاها معناتها ضرب ضربتين هاو السيرفرات كسروا هاو انت بتبلانتي رانا معبيه فهمتني كيفاش جوست تشالنج صغير فهمتني تشالنج صغير شوف هاو تشالنج صغيره 438 يخدموا في هذا 401 يخدموا في هذا 503 952 يخدموا في هذا 300 يخدموا هذا 900 يخدموا هذا 100 يخدموا في هذا 300 راهم مش كلهم يخدموا في زوز بروجيات كل كل امبوسيبل كي انت تبدا تعمل تجمع هذوما الكل هذو جوست اللي مشاركين في التشالنج ما همش اللي عاملين خدمهم لهنا هذه سيت بركة ادخل سي جي ميت اب سي درشنا و سي جي سوسايتي واحد وشوف في اوتو ديسك اريا تصرف عزيز وفما لعباد اللي ما عندهمش اصل البورتفوليو عباد تديروا ليك شي فيديو ديجا مقاله رافائيل جراسيتي مره اللي قال معناتها وقت كي دخل يخدم مع سانتا مونيكا كل شيء قال معناتها نخدم مع عباد عندهم دي بورتفوليو نار معناتها وقال فما عباد تخدم معايا اللي هما نار اما ما عندهمش بورتفوليو ما يعرفهم حد اي ليه ريت نعرف في ارتستويت وقتها اوريت هذيك المات هذي نعرفوه مثلا اوكي نعرفه من قبل اما كي نرجع للكادو فور معناتها في الايامات هذوما تشوف فما واحد معناتها مهبط جوست كان كادو فور فما واحد ابار مهبط كادو فور كهاو فما واحد مهبط مشكلتي بيرسوناج بركة اللي هو كل الديمون الكبير ظهر لي كصدقني ربي الديمون اللي عنده ابارامو حديدة في راسه حاجه كيما هكا عنده هذيك اي وكلي بريك داون اللي حاتهم معناتها جونر البصمه نتاع صباع مسكلتيا وكلي ديتاي اللي شريتاي صحيبي معناتها راه مش لازم راه فما عباد ما عندهمش بورتفوليو هذاك توا مازال كيتخدم خدم كثير كيكملوا جاد اوف وور هبطها على بعضها الكل ها سكروا ارت ستيشن كي هبطت اي سباميوها ومش نورمال معناتها راه معناتها تشوف عباد ما عندهم حتى شيء قبل تفرج قداش من خدمه هذا عن اما تفرج لازم في اللازم نضيف خدمتي بالرغم طرف لوح وطرف واحد ما تفرج اللوح مش كيتير نتاعو لا سبسط لا شيء معناتها كيما قلت لك معناتها ديك هي تحب حاجه ولا لازم توسع بالك فيها ما كاينك ناوي مش بالك باش تشد خدمه اوكي وبرا خويا يخدم هكاك ما يقلق مش تقول لك ليه معناتها انا مش انا ما نحب بلاش نخدم انا يعني كيف العباد اللي عندي عباد مسؤوليه وكيما الناس الكل فهمني مكانك انت من اول نهار داخلها جوست خنشد خدمتي ومن بعد ما تشد الخدمه كي تروح تمشي ما تعمل شيء او كثير كيش في القهوه كهو فهمني مش قلت ما تمشيش القهوه دي انا انسان ما نقعدش في القهوه ماشي هذا حاجه مش مضروب يا انا ما تقعد انا القهوه كاين شي انا نترين مانيش عايش كي العباد عايش معناتها مرتاح مي راي بارتي كبيره منها فيها تضحيه انك الوالدين انا متاكد اللي فما عبد خير فما برشا خير مني اما متاكد اللي فما عبد خير مني سببها مش على خاطر جست خير مني معناتها خاطر عنده اكثر اكسبيرينس لي خير مني على خاطر فما الوقت اللي انا نضيع فيه في لونترينمو برشا هو مو يعمل مش ترينر هو يروح يخدم تروادي اي الكل هذيك هي خدمه
وديتيرميناسيون معناتها تبدا حاجه خاطر عندك المشكله احنا معناتها اللي تحب موتيفاسيون باش تخدم معناتها ليه موتيفاسيون معناتها تبع الرسمي معناتها ما توصلك لحد شيء موتيفاسيون كان باش تقعد تستناها ديتيرميناسيون تحط اوكي انا اليوم باش نخدم هذه عرفتك اللي بو امبورت شنو يصير بو امبورت الحكايات اللي باش يجيو باش يحبسوك ولا باش يوخروك بو امبورت شنو هي ليه باش تكملها باش تكملها ميسيش ما خرجش حاجه طياره ميسيلش اما تعلمت منها اللي من بعدها باش تعملها ما خير اكسيتيرا اكسيتيرا ديما نقول لها معناتها البروفيرب اللي نعرفوه احنا في تونس اطلع الدروج درجه درجه هذاك مش جوست تعرفه كهو ابليكي تابليكي برشا حاجه تتبدل معناتها في حياتك معناتها بي 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 سيتي سامباتيك على الاخر صفوان وميرسي على وقتك الكل و ان شاء الله على فيديوهات معناتها اخرين ما خير حنحكيو في حاجات اخرين نحكيو بدات بيان مراجعه على دي فريمون معناتها دي دي تيبس وتاع دي توتوريال صغار نتاع حكايات معناتها و سيتي سامباتيك معناتها انا بيدي معناتها فما حاجه تعلمت ما عندك سيتو سيد بروش معناتها كلي ايه ليترالمو معاق في البروش معناتها ديها ميزيش كلها تبدا انا البروش معناتها كلي لازم في اللازم ميم كو سكولتيت بيرسوناج مره بثوري معناتها اللي سيتي بيزار على الاخر معناتها ما صافا وصلت سكولتيتو بثوري وميم كان عندي تابليت باش ما عنديش اما ما نعرفش شكلي ولف بزيت ما استنيش بالتابليت معناتها فهمتك اي صحيحه مخيبه التابليت معناتها ايماجين الفازه اسكولتيت بالسوري مي من بعد في معناتها على الماري تكسر بالتابليت حاول ها العكس ما نو نو سانس عرفتك اللي بالحق ما فما حاجه تعملت ما عندك حتى فاس الشعر معناتها شادو تاع شعر معناتها سامباتيك معناتها تعمل منه فازه ميزانين كيف كيف اساسيس اي ستي سامباتيك على الاخر معناتها كيما قلت لك من بعد انا بعث لك الفيشي معناتها باي اوكي اوكي نو ولا انا بعث لك ديك ليان تبعث لك الفيشي انا سهل خفيف وما في شيء شعر وشيدر باي اوكي اوكي كي اوكي ميرسي بيان صفوان على كل شيء وان شاء الله في فرصه اقرب نعملوا حاجه اخرى مع ازين نعملوا بريك داون على البيرسوناجيت نتاعي انا اللي على الحيط علاش فما كاين بيرسوناجيت اي لو بير اللي ما نخدمش بيرسوناجيت مان اي اش قلت لك معناتها باس فما حاجات اخرين تخدمهم اي معناتها انا كنت نحب نحاول في صحابي اللي يخدموا توسكي بيرسوناج وكل شيء اما نعمل بيرسوناج هاي بولي يعطيني خان شايديه معناتها والكلها ما تحبش تخدم معناتها اللي فديت قلت اي نعمل ولدي انا وحدي تعلمت وكيكا ما دي تيتو من بعد قلت فما لي اي نجم يكون هذا هو كما انت ما تعرفش عليه يطلع هذاك هو غرامك اي بوف نجم ما تعرفش معناتها اي هيك اوكي عملنا في بالك عملنا معناتها طون باهي معناتها ثلاثة سوايع غيابة يا معلم ما تحسيش اي ما تحلي ما تحسيش معناتها او كتب لها حاجه مغروم بها ولا لا تحس اي ودي سورتو تبدا معناتها عرفتك الجون قاعدين عند اصحابك تحكيو في التخوا دي في القهوه وكل شيء ما تفيقش بالوقت معناتها جمله كيش تعدى انا ما تفيقش جمله بالوقت اي ما زلتش نعيط لك اكثر من صفوان و ان شاء الله على قريب خويا نعملوا قاعده ما خير من هكا ان شاء الله هي معناتها اللي la prochaine fois man manarish ama pipeline mata plus ou moins mata je vais couvrir pas mal de spécialités mata najm tkoun maraje mata ma wahed yakhdem vfx kima najm tkoun ma wahed yakhdem concept art najm tkoun ma wahed yakhdem animation rigging skin fatat hakeka mata akli mata karimo mata najm hatta enti fi hajat apar تتفرج تعرف حاجات معناتها ينجمي تزيد كانفورماسيون معناتها لي اون بلوس كو سا معناتها واحد هكا يعمل معناتها كوميونيتي صغيره متاع دي زارتيست معناتها اللي هو نوز معناتها يعملوا بروجي مع بعضهم ولا با امبورت معناتها ليدي شنو هي معناتها
اما ليسونسييل اللي بالحق معناتها كيما قلت ليدي البريمير اللي معناتها جات في مخي معناتها للبروجي هذا سيتي معناتها فما برشا عباد تعرف ديزانفورماسيون ما يحبوش يبارتاجيو معناتها ما نعرفش علاش واللي بالحق معناتها اللي عرفت حتى في القرايه سوتو اللي يقراو معناتها في اللي فاك ايتاتيك وكل شيء معناتها كي بالحق معناتها تقول علاش تضيعوا في وقتكم معناتها غاديك معناتها اللي معناتها ليترالمون يحلك فيديو معناتها تاع تيتو على يوتيوب ويقول لك تبعوا ما فهميش اللي واحد اللي يقولوا اسمع لي اعمل هكا باش يجيك ما خير اعمل هكا فهميش نصيحه عرفت اللي مخلي لهم وحدهم معناتها اللي يتصرفوا معناتها بيبي اوكي ان شاء الله ما نعاود نشوفوك في معناتها كيفاش نقولوا احنا معناتها في مناسبه ما خير و نعملوا قاعده ما خير معناتها على حكايات اخرين اوكي يا صفوان اوكي عايشك ميرسي بيان وان شاء الله على قريب معناتها ان شاء الله اوكي خويا هاي نهارك زين باي باي بي فوالا فوالا معناتها ان شاء الله تكونوا تعلمتوا حاجات دي زاسوس معناتها البريك داون تاع صفوان و على قدام معناتها اون فا اسي باش نجربوا برشا حاجات اخرين معناتها اون فا كوفريهم برشا حاجات من الموديليزاسيون لل كيفاش تعمل دي شيدور فريمون افونسي معناتها على فيري معناتها سوا تعمل دي شيدور فريمون معناتها جوست بور ايماج معناتها تخدم على ان ستوديو معين ولا حاجه او بيان تحب تخدم معناتها ان شيدور فريمون معناتها كلي افونسي على الاخر و معناتها تحب تخدم بهاش جيري بار اكزامبل ولا او بيان تحب تخدم على حاجات بروسيدورال اللي تنجم تحكم فيها من غير ما تقعد تبنتي بيديك اكسيتيرا ان شاء الله في الفيديو جايين معناتها باش نعملو بوتيتر بيان انو سوفتوير معناتها دي فيديو صغار نتاع دي تيتو صغار تاع كيفاش تبدا حاجات كيفاش تخدم حاجات معناتها باش يسهلو دي تيبس معناتها دي زاسوس صغار معناتها و ان شاء الله كل جمعه معناتها بلوز او موا نجيبو ان ارتيست معناتها من دومين معين و نعملو ان بريك داون على خدمه خدمها ولا خدمه يخدم فيها ولا بامبورت معناتها ان شاء الله تعملو حاجه اليوم مع بايبلاين و ان شاء الله نكملو هكايا و ان شاء الله على ما خير نقولكم نهاركم زين بسلامه